انا كنظن دابا هاد المهرجان مهم بزاف حيت كاملين في العالم كامل الى سوفير بهذا الوباء. دونك هذا سي ليسبوار، هاد لو فيستيفال سي ليسبوار ان شاء الله غنبقاو ديما نكونوا في هاد المهرجان. وهاد المره حتى الناس اللي معروضين الممثلين ولا المخرجين اللي معروضين مزيونين بزاف فريمون. جميل جدا نكونوا حاضرين في هاد الدوره خاصه بعد انقطاع ديال سنتين، وكل متشوق لمشاهدة الجديد السينما العالمية وأيضا جديد السينما المغربية. هذا المزج ما بين حضور ديال الفنانين المغاربة والفنانين الأمريكيين والعالميين شيء جميل جدا. الحضور ديالي كأي فنانة جات حاضرة المهرجان مراكش للسينما الدورة ديالو 19، أنا جيت سعيدة أنني كاينة هنا وإن شاء الله يا ربي كنتمنى النجاح ديال جوائز الأفلام تكون من نصيب المغاربة. الحضور ديالي في مهرجان مراكش هو شرف ليا انني نحضر مهرجان مراكش الدولي في يعني في الدوره ديالو 19. زعما هذا شي حاجه تظاهره كتشرف المغرب وكتعطي واحد القيمه فنيه كبيره للمغرب، وحتى تظاهره من حجم مراكش من فيستيفال ديال مراكش. فرغم كاين يعني كاين هناك اكراهات دابا كنعيشوها في العالم كامل ماشي في المغرب، ولكن اضطروا المنظمين انهم يديروا المهرجان في هذه الفتره هذه. كنشكرهم على الدعوه ديالهم، كنشكرهم على هذا المهرجان الزويون بزاف، المهرجان اللي كيعطي واحد الصوره وكيعكس صوره جميله على بلادنا واين وصلت السينما المغربيه. خصنا نديروا غير شويه اجتهاد حنا كفنانين مغاربه ونكونوا كيد واحده ونديروا اعمال في المستوى باش ممكن نشرفوا هذا المهرجان. الحضور بحال اي فنان مغربيه فرحانه انني نكون متواجده هنايا، ويعني الحمد لله المهرجان رجع بعد 3 سنوات ديال الغياب فهذا حاجه زوينه، وكنتمنى لهم النجاح وان شاء الله تكون دوره زوينه بحال الدورات اللي فاتوا. بحال لاباس، كل شيء بخير، توحشتكم والله يحفظك. جاي نتفرج في واحد الفيلم وجاي نشوف التكريم ديال واحد السيد، وجاي مع نسرين الراضي في الطريق، ما راه يمكن واش دخلات كاع ياك ما خنتني ودخلات. سعداتهم الله يكمل عليهم بخير، الله يوفقهم. انا ما عنديش حتى 10 دريال لهذ الدرجه والله ما عندي. انا الاطلاله ديالي هنايا في الطابيروج لا تساوي الا قيمتي الانسانيه والثقافيه فقط. انا ما كان موازيش ما هو ثقافي وانساني بما هو مادي. اللي بغى 30 مليون الله يعطيه الخير. فرحانه اليوم طبعا بتواجدي اليوم الثاني يعني المهرجان ديال مراكش. اللبسه ديالي من عند الجميل المتالق المبدع بلال، فاشن بلال ديزاينر من تطوان ولد مدينتي تبارك الله عليه. كنقول له ما شاء الله هو اللي كيمثل بزاف لي زارتيست بحال دنيا باطمه. انا مراكش دابا تنحسبوا حنا بهذا الرجوع اللي رجع المهرجان، حنا في الحقيقه كل شيء الجمهور المغربي وكذلك الجمهور المراكشي والفنانين فرحانين بهذا الرجعه ديال المهرجان للدوره 19، وشفنا الصحافه ديالنا اللي توحشناكم شحال هذه، وتبارك الله عليكم ومرحبا بكم في مراكش. بزاف حيت اول مره كنشارك في المهرجان ديال الفيستيفال 19 اديسيون ديالهم، وكاين بزاف ديال الناس اللي هما رائعين، منهم مخرجين منهم منتجين منهم ممثلين. هذا شرف لينا يكون نهار زوين بحال هكا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.